أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان نواصل دراستنا عن معجزات المسيح اللي حدثت في هذه البلدة في كفر نحوم وطن المسيح الثاني كما ذكرت من قبل أنه المسيح ترك الناصرة جاء وعاش في كفر نحوم على الأقل سنة ونص كان ساكن في بيت بطرس وكفر نحوم أصبحت مركز ارساليه يسوع المسيح. من هذا المكان انطلق لكل المدن وكل قرى الجليل يعلم يشفي يخرج الارواح الشريره. حدثت معجزه او معجزتين في معجزه. جاء رئيس المجمع يايروس، مجمع كفر نحوم وطلب من يسوع ان ياتي حتى يشفي بنته. وفعلا المسيح استجاب ولبى هذا الطلب وبينما هو يعني في طريقه الى بيت يايرس حدثت معجزه اخرى معجزه شفاء المراه نازفه الدم. خليني ارجع لانه المعجزه الشيء العجيب انه البنت رئيس المجمع عمرها 12 سنه وهذه المراه كانت تعاني من نزيف الدم مدة 12 سنة. إذا رجعنا 12 سنة لورا في بنت جميلة ولدت لرئيس المجمع، بنت وحيدة عنده فلذة كبده كان فرحان مبسوط وطبعاً مش شايف الدنيا. كبرت البنت صار عمرها 12 سنة أصيبت بمرض على الأرجح خطير وكانت على وشك الموت في هذه اللحظات جاء رئيس المجمع إلى يسوع المسيح أن يأتي معه حتى يشفي بنته وفي نفس الفترة من 12 سنة ابتدأت مصيبة هذه المرأة الجميلة نازفت الدم أصيبت بمرض عضال مرض خطير ابتدأت تنزف ولم ينقطع هذا الدم هذه المرأة جاءت الى المصدر مصدر الشفاء جاءت الى الشخص المناسب في التوقيت المناسب رغم ازدحام الناس ورغم خطوره الموقف لانه تعتبر بحسب الشريعه تقصيا تعتبر نجسه فمش لازم تلمس اي شخص مع انه كان في ازدحام حول يسوع المسيح جاءت الى يسوع وهو متجه الى بيت يارس لاقامه ابنته وبعدين ابتدات تقول في نفسها لو مسست ثوبه او هدبه ثوبه شفيت وكانت هذه مقابله واحده مع يسوع المسيح اذ لمست يسوع المسيح فشفيت في الحال الجموع مزدحمه وقف يسوع وسأل من لمسني؟ مين اللي لمسني؟ بطرس كان ردة فعله مش شايف كل هالجماهير والجموع المزدحمة حواليك وبتسأل مين اللي اللي لمسك؟ اه في لمسة عن لمسة بتختلف في لمسة إيمان ممكن تكون كل الجموع عندها حب استطلاع لكن في شخص ممكن مثل ليديا بائعة الأرجوان وفتح الرب قلب ليديا لي لتصغي إلى مكان يقول بولس الرسول هي جاءت بإيمان وحتى لو عندها شعور الخوف ممتزج برجاء وأحيانا يعني فيها نوع من الشكوك ولكن أنا لو لمسته شفيت الدم طبعا نزف الدم يعتبر نجاسة بحسب الشريعة كما قلت إن هذا النزف يعتبر موت بطيء للشخص فاستنزاف الدم يعني يستنفذ عصاره الحياه يصل الانسان الى حاله اعياء كامل تعب من المرض من نقص الدم او فقر الدم وما عند القدره على الحركه مكتوب عنها تالمت كثيرا والغريب انها تألمت كثيرا من اطباء كثيرين. والشيء الاصعب لربما كان حالتها ميسوره لكن انفقت كل ما عندها. راحت لعند كل الاطباء المتخصصين ولكن ما في اي طبيب قدر انه يساعدها او يوقف نزيف الدم. هذا المرض استنفذ طاقتها جسديا وروحيا كمان. يعني بكلمات اخرى هذه المراه كانت محرومه دينيا محرومه اجتماعيا محرومه من الاجتماعات والممارسات الدينيه مثل اي انسان عادي وطبعا افتقرت ماديا من ناحيه اخرى كانت تعبانه نفسيا لانه وصلت الى حاله يائسه وبائسه ولكن عندما جاءت يسوع قالت هذه العباره ولو لمست مسست ثوبه فعلا مجرد لمسه لمسه وحده ولكن صدقت وامنت طبعا مكتوب وللوقت جف ينبوع دمها هذه المعجزه حدثت معها بمجرد لمسه خلي بالك 12 سنه هي تتعذب فالشفاء كان شفاء فوري شفاء كامل شفاء جسدي شفاء روحي شيء مهم جدا شفاء مجاني لم يكلفها اي اي عمله اي دولار فاذا لانه 12 سنه وهي تدفع 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 هنا كان فوري كامل وكان شفاء مجاني مش بس هيك كان مش بس شفاء جسدي كان شفاء وخلاص كامل حدث في حياتها جسدي وروحي من كل النواحي ابدي لانه في المسيح هو كليه الكفايه وقف يسوع وسال من الذي لمسني طبعا هذا السؤال مش على اساس يفضحها او يعني شهره معين انه اه في لا لا كانت لفائده الناس والتلاميذ اللي عم بيسمعوا يسوع المسيح حتى يشوفوا انه حدثت معجزه من خلال الايمان كانت فايده للتلاميذ ايضا وكانت فايده للكل ولكن حتى يوضح يسوع لهذه المراه انه شفائها لم يكن اعتباطا ولكن هذه اراده الله وهذه قوه يسوع يعني كان في قوه في المسيح لشفاء المرضى بمجرد لمسه فوجه المسيح كلامه لها قال ثقي يا ابنه ايمانك قد شفاك اذهبي بسلام وكوني صحيحه لما وقف يسوع كانت فايده للكل هذه المراه نالت بركه الشفاء بركه السلام وبركه الخلاص الكامل واصبحت حياتها طبيعيه تبارس كل حياتها طبيعيه تروح على المجمع تمارس الحياه الدينيه الاجتماعيه الزيارات والعمل الى اخره لانه المسيح شفاها من هذا المكان يعني منطقه جنوسرات لما رجع يسوع مكتوب وجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء لمسه ايمان لمسه سلطان لمسه حنان من خلال قوه الرب يسوع المسيح كل ما عليك ترفع قلبك بالايمان وتمد يدك ليسوع هو اللي بيلمس حياتك قلبك بخلصك جسدا نفسا وروحا